السلام عليكم الدراري، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم ياسين ووكس في فيديو جديد. هاد الفيديو غنديرو على واحد من عمالقة الراب المغربي اللي هو بوس فلو، ونعرفو على المسيرة ديالو وكاع لي تراكات اللي لاح في المسيرة اللي دارو البوز ولي بيف اللي وقعوا عليه في لا كارير ديالو. غنبداو بتعريف ديالو. بوس فلو هو جواد أسرادي، الاسم الحقيقي ديالو اللي هو من واحد المنطقة ما بين فاس وإفران، وبالضبط إيمو الزير، ولد المنطقة أبان عن جد. الأب ديالو إدريس أسرادي كان معروف أنه شاعر أمازيغي في فرقة أحيدوس، داكشي علاش ديما كتشوف بوز فلو تا هو كيشبه الأب ديالو، يعني أنه تا هو شاعر كما كنسميو شاعر الراب المغربي. ديما في التراكات ديالو كيشير المعاناة والصعوبات اللي كيواجهوها سكان ديك المنطقة، يعني انها منطقة جبلية، وحتى اللغة ديالهم يعني اللي هي لغة امازيغية. مهم، بوز بدا كيكتب سنة 2009، ولكن ما بدا يسجل حتى 2013. يعني الا جينا نقولو كان كيمزك راسو لراسو وما كانش كيلوح فلا في يوتيوب لا حتى في بلاتفورم. دارو جروب هو وصاحبو بلاي، الا جينا نشوفو هو بوز وصاحبو كان سميتو بلاي، ومن تما جات السميه ديالو انه يسمي راسو بوز كما قلنا. وداروا واحد الجروب اللي سموه حالفين، وقدروا يديروا بلاصتهم في داك الوقت بفريستايلات اللي كانوا فيهم كلاشات للروبا اللي من بينهم الطومبيك، وكل شيء معروف وكيكلاشي بهداك تراك اللي خرج على الطومبيك. قالوا لي انه راه ما تراك مواد، خصوصا من بعد ما شتت الشمل ديالو مع صاحبو وحيدوا الجروب حالفين، والله وصلوا كيقدم راسو براسو. السمية ديال بوزا ولا الاي كي اي اللي خدا ولد الساينز، ومسمي لي فان ديالو بلاد ساينز. مهم، هاد الساينز هادي كل واحد وكيفاش كيقول. كاين اللي كيقول بانهم كانوا في الاول على شكل قرادة بسبب الذكاء ديالهم، او لا يعني الفطرة ديالهم اللي عندهم تطوروا ولاو في الشكل البشري. كاين عاوتاني اللي كيقول لا، جات من الانيم ديال دراغون بول اللي كيتسماو بولاد الساينس. مهم، واحد الملاحظه بسيطه هي انه بزاف ديال الناس كيتهموا بوز فلو بالالحاد، في حين انه ما خصناش نحكمو على الرابر او لا اي انسان كما بغى يكون صفه عامه غير من الطريقه ديال الكتابه ديالو، لانه تقدر تكون عنده افكار اخرى بغى يوصلها وبنان كيفهمها بطريقه اخرى. الكارير ديال بوز فلو بيفهم مع بزاف ديال الروابط اللي يعني بلا ما ندويو على كل شيء، غندويو على اشهر بيفات اللي دوز اللي هي مع الفوق المورفين والديب. البيف الاول ديالو مع المورفين خلا بوز باش انه يزيد يتشهر ويتعرف عند واحد الشريحه كبيره ديال في المجتمع اللي كيتمسكوا للراب. المهم، بوز من بعد هاد البيف هذا بدا كيخرج بزاف ديال التراكات اللي فيهم تراكات اللي هما اونتي سيستيم، كيدوي فيهم على المشاكل اللي واقعين في الدوله، وفيها تراكات كيتضامن فيهم مع بزاف ديال المعتقلين السياسيين واللي من بينهم ولد الراضي حتى هو ريفي وامازيغي. وفيه تراكات اللي تضامن فيهم عاوتاني مع الاساتذه، وبزاف ديال التراكات اخرين اللي دوا فيهم على المعاناه والمشاكل اللي كيوقعوا في الاطلس. وما نساوش ندعو على هلوسه اللي لعب فيها اربعه ديال التراكات، وكاع ولاد الساينزور اللي كيتسمطوا للراب المغربي كيتسناو الهلوسه خمسه باش انهم يتمسكوا ليها، بحكم انها عندها واحد الشعبيه كبيره وسط الدراري اللي كيتمسكوا للراب. مؤخرا بوز لاح بي اللي سماها ميتامورفوز، وفيها سبعه ديال التراكات، ولعل ابرز هاد التراكات هذا تراك ديال ليام اللي دار البوز. الاغلبيه اللي تكلاشا معاهم بوز كانوا كيواجهوا ديما بديك الكلمه ديال وزن المورفين، بحكم ان بوز مانسبيري عن طريقة الرب ديالو بزاف من المورفين اللي كان اول واحد غيربي بديك الطريقة. المهم، في الاخير كانت هادي واحد النبدة قليلة شوية على بوز فلو، عرفنا فيها شكون هو بوز واللي كاري على كارير ديالو والبيفات اللي دار. مهم، نتمنى يعجبكم البلان، بيس ليكم بزاف، وما تنساوش شي كومنتير وجيم. بيس ليكم.